بعد تطرق قناة النهار للوضعية المزرية التي تعيشها عائلة عقباوي القاطنة بإقليم بلجية أدرار، قررت بلدية أدرار منح هذه العائلة قطعة أرض وإعانة قيمتها 100 مليون سنتيم، وذلك لغرض إنجاز مسكن والخروج من المسكن الطوبي ومن معاناتها، حيث تم تحديد الأرضية بمعايير أعضاء المكتب الولائي للرابطة الجوارية للدفاع عن حقوق الإنسان، أين سيتم التكفل بأشعار إنجاز المسكن لهذه العائلة قريبا. التغطية للزميل اليمين بالعلمي. بصفتنا رئيس مجلس وكذلك جميع اعضاء المجلس الذين قاموا بزيارته بالتكفل بالحاله الاجتماعيه للسي عقباوي، ها هو اليوم نقوم بتثبيت معالم الارضيه الخاصه بالمسكن الذي سيقام ان شاء الله للسيد عقباوي في هذا المكان، بحيث سنوفر جميع الامكانيات الخاصه بذلك، ونوجه من هذا المقام كذلك نداء لجميع المحسنين للمساعدتنا كذلك في بناء هذا المسكن. رئيس الحي، رئيس البلديه، نشكره ونشكر جميع أصحاب الحسنات الحسن، ونشكر محمد عليهم، ونستغفر الله العظيم والحمد لله. نتمنى إن شاء الله من هاد الناس هادو يكملوا إن شاء الله في هاد المصال اللي راه ماشيين فيه نتاع مساعدة هاد الفقراء، ونزيد نتمنى ونطلبوا النداء نوجهوا للمحسنين يعاونونا ويقدموا لنا يد المساعده. نشكر قناه النهار اذا على هذه المبادره اللي قدمتها لنا، وكانت اليد الاذن الصغيره رافقتنا للمنزل نتاع السيد عقباوي اللي درنا نداء، كانت هي الاولى من القنوات اللي كانت حاضره معنا.